مختلف. كريمة كان دور اللي عاد حسيت براسي تعصرت، يعني خدمت درت افور، فضحك تقريبا الناس اللي كيعرفوني وقراب لي كيعرفوا انني انا في الروح ديالي الضحك، يعني ديما كنقدر من راسي نضحك براسي ونضحك حتى راسي بداك الشيء اللي قلت انا. ولكن في هذا لوكوتي هذا هنا كانت حاجه اخرى، يعني كان درام، كان احداث، كان بزاف الحاجات، يعني كانت خلفيه ديال الشخصيه اللي كتبدا من الماضي ديالها ومن الطفوله ديالها، اللي شي حاجات اللي ما كنشوفوهمش ولكن كنلعبوا عليهم. فبالعكس انا جاني ان اكزيرسيس زوين وكبير، انك كتشوف راسك وانت كدير افور وباش توصل لواحد النتيجه وترضي راسك وترضي الجمهور. بيان سور كريمه اصلا عندها مشاكل، فشلات في الحب، سافرت المدينة الأصل ديالها، ولكن واخا بداك المشاكل اللي فيها هادشي كامل سيغفيابل، كتعاون الناس، تتبكي معاهم، تضحك معاهم. إلى أي حد قريبة من الشخصية ديال فدوى كريمة؟ إلى أي حد قريبة من فدوى الطار؟ إلا كنا كنشوفوا كريمة سيغفيابل وهذا، فهو هذاك لو مونك ديال الحنان اللي ناقصها، ديال يعني كيف كان ما كبرتش مع عائلتها، مهماتها، ما عندها حتى شي حد، يعني ديما كتقلب على الحنان ديال الاخرين في الناس اللي دايرين بها، يعني ديما خصها تشوف هذوك اللي فرحانين كيف كنشوفوا راه ميم في صلاة وسلام، يعني هي هما واحد الناس اللي كنحسوا بهم تخيست وحزينين، ولكن كومون باغيين يبيعوا لو بونور لهذاك الكليان اللي كيجي لعندهم باش يدير العرس، وهذاك كيديروا كل شيء باش يعطيوه الفرحه في ليلته، باش يعطيوه السعاده، ألوغ هما ماشي هما تا هما منهم من الناس العامه. واش ممثل بحال هكا؟ الممثل تقريبا كيكون هكا تقريبا، لان انت كتكون مضطر تبيع بزاف ديال الاحاسيس وبزاف ديال لي زيموسيون اللي كيقدروا يكونوا ماشي في وقتهم، يعني نقدر نخصني انا نعطيك فرحانه وانا ما فرحاناش، او نبكي وانا في الطوبة الفرحه ديالي ما بغاش نبكي، او فهمتي، يعني كتكون ديما مضطر انك تخبي واحد الحاجه وتجبد واحد الحاجه اخرى اللي خصها هي اللي مطلوبه منك في ديك الساعه. فهذا الشيء كيطلب منا تحنا كيكون مزيان لينا، انا كنسميهم دي زيكزيرسيس اللي ما عمرهم ما يموتوا، ما عمرهم ما يفيدونيش، فديما كيفيدوك، ديما كيعطيوك واحد الحاجه اللي كتزيد تعمرها في التيغوار ديالك، وكتسد على داك المجير، عندك واحد المجموعه ديال الادوات تستعملها بينك وبين راسك باش كتقدر دير بزاف الحاجات. والتشابه اللي بتاتخ كاين ما بين كريمه وفدوى، فكنشوفوا انا في النيه، هذيك النيه اللي عند كريمه هي عندي بصح انا بوغ دو فري، فهذا هو التشابه الوحيد. ابار سا كريمه طموحاتها وحدين اخرين، واتجاهها واحد اخر، وحياتها وحده اخرى، وكتنتمي لمدينه وحده اخرى اللي هي مدينه بجاعد، اللي كنبغي من هذا المنبر نشكر الناس والساكنه ديال بجاعد والسلطات والمستشفيات وكل شيء اللي كيتواجد في ديك المدينه، يعني ما بين بجاعد وهذا كنبغي نشكرهم بزاف على التعامل ديالهم الراقي معنا، وكيفاش استقبلونا وحسن الضيافه، وكيفاش كانوا معنا كرماء، وكيفاش هيئوا لنا الاجواء فين نكونوا تحنا اليز وفين نخدموا، لدرجه انك ما كتبقاش تحس براسك براني على المدينه، كتولي عندك لي غوبير ديالك، البلايص اللي تمشي ليهم. فكنشكروا هذوك الناس، كنشكرهم بزاف. شكرا لكم، وكنتمنى يا ربي يعجبكم مسلسل صلاة وسلام، وكنطلب من المتفرجين ديال لا سين ار تي نيوز يتبعوا صلاة وسلام على قناة الأولى، قريب غادي يبدا إن شاء الله، ما بقاش له بزاف، لو 3 فيفري على الساعة 9:50 على الأولى من بعد الأخبار الرئيسية. كنتمنى تتبعوا هذا المسلسل وتفرجوا فيه يا ربي ويعجبكم.